يا مساء الجمال، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. وصفتنا النهارده كان بيضايق كده زي ما انت عايزه، بيضه 2/10 اللي انت عايزاه. هنعمله وصفه حلوه جدا، وصفات اخر الشهر او حتى اول الشهر. ساعات كتير حتى بتكون في فلوس في البيت، مش شرط اخر الشهر، بس بنكون عايزين حاجه حرشه كده، حاجه كده خفيفه ومغذيه، وكمان ولادنا بيحبوها جدا. هاتي كده كام بيضايه وتعالي معايا هنعمل وصفه حلوه جدا. من جمال وصفتنا وسهولتها تنفع في غدا، في عشاء، وحتى كمان فطار. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا بس على لأول طول. ما بس تزوري قناتي، معاكم بسمة فوزي. أهم حاجة اللايك، ونوريني باشتراكك في القناة، ودعوة حلوة من قلبك ليا ولكي بالمثل. يلا. هنا بقى هضيف زي معلقتين أو 3 كده من الزيت. حابة ان انتي تستعملي سمنة، تمام. وعندي بصلاية كبيرة من البصل الأحمر، لو انتي حابة تستعملي بصل أبيض بيكون حلو جدا جدا وبيدي طعم حلو قوي للأكل. هبتدي بقى ان انا اشوحها كده بس في الزيت، تشويحه بسيطه. طبعا عايزه تبشريها، عايزه تضربيها في الكبه، اللي يريحك اعمليه. هنا بقى عندي فصين من الثوم على قد الكميه اللي انا هعملها، فصين ثوم كويسين جدا. فزي ما قلت لكم، هي الوصفه زي نسبه وتناسب، فعلى حسب طبعا الافراد اللي انت بتعملي لهم او عدد البيض. فانا اكتفيت باتنين بس، برضه هقطعهم كده قطع صغيرة عشوائي كده، هحطهم على البصلة، بيدوا ريحة وطعم خطير، بيفرق جدا في الوصفة بتاعتنا. هنبتدي نعمل ايه بقى؟ هنطعمها بالملح على حسب ذوقك. انا حطيت زي اقل من نص معلقة ملح صغيرة، وحطيت برضو زيهم اقل من نص معلقة كمون، ملح وكمون مش اكتر من كده. وابتديت اقلبهم تقليبة كده يتشوحوا مع بعض مع البصل والثوم. طبعا بقى هيدوني ريحة كده وانتي بتعمليها، حاجة كده اللهم بارك، يعني احنا بنشبع من ريحة الاكل قبل ما بناكله. هنا بقى عندي فلفل، الفلفل ده حامي، فلو انتي حابة فلفل الوان يكون بارد شوية، فلفل حامي تكتري اكتر براحتك، على حسب ما انتي عايزة. طبعا انا يعني عايزاه يكون حامي، انا مقللة علشان عندي اطفال، بس برضو عايزة الوصفة بتاعتي تكون سبايسي كده، تكون حلوة. فهبتدي احمره مع البصلة. لو انت حابه ان عندك الفلفل حامي ومش حابه برضو ان هو ياخد تطعيمه الحميان قوي، حاولي ان انت تحطيه قبل ما تحطي الصلصه على طول، او اللي هي اي تسبيكه بتعمليها. فانا ضفت عادي كده معاه، وابتدى يتشوح مع بعض بقى، ياخد لي الطعم كده من بعض. وعندي زي ربع الشفشق كده مليان طماطم، يعني هم 5 حبات بالظبط عصرتهم. طب الوصفه دي ممكن يجي حد يقول لي هقطع الطماطم، هقول لك تقطعيها لو هنعمله البيض بحاجة تانية، لكن احنا واحنا شغالين هقولك ازاي. خلينا بس في وصفتنا دلوقتي. دلوقتي انا حطيت الطماطم وهقلبها تقليبة كده، وهسيبها لما تتسبك نص تسبيكة بس على الطماطم بتاعتي. زي ما انت شايفة حطيت نص معلقة من السكر علشان تعادل كده الطعم وتعادلي الحموضة بتاعتها. بس خلاص بعد ما اتسبكت بقى نص تسبيكه، اللي هي ما نشفتش قوي يعني، بصوا لسه فيها سوائل. هبتدي اجيب البيض بتاعي. طبعا كلنا عرفنا دلوقتي الوصفه بتاعتنا اسمها شكشوكه، اكله مصريه اصيله، بس يمكن مختلفه شويه لان في ناس بتعملها على بعض، يعني برضه هقولك ازاي. بس هنا هقولك الاول، هاخد بقى بعد ما اتسبكت نص تسبيكه كده، فتحت البيضه وهحطها. انا بس بحطها في طبق علشان اتملك في المكان بتاعها. فهبتدي اوزع البيض طبعا على حسب الافراد اللي عندك، على حسب الكميات البيض اللي انت عايزاها، حطي اللي انت عايزاه، حتى لو عايزه اقل من كده برضو تمام وهتبقى زي الفل. بحطها كده وببتدي اوسع بالشوكه من حواليها علشان بس تستوي من تحت. وهبتدي بقى ان انا هدي النار عليها خالص، بس طبعا البيض بتاعي مش متبل، يعني انا حطاه كده زي ما هو. هبتدي اديله بص رشه كده بسيطه من الملح والفلفل الاسمر، وبرده هغطي عليه على نار هاديه خالص لغايه ما يستوي. بصراحه الوصفه دي حلوه جدا واحلى من اي شكشوكه ممكن تجربيها، شكشوكه التقليديه بقى بتاعتنا، اللي هي بدل عصير الطماطم بتقطعي الطماطم مكعبات صغيره، وكمان ما بتخليش البيض كده مصحح،
بتخلي البيض كده يعني بتقلبي كله في بعضه، يعني كل حاجة على بعضها. بس بصراحة انا برجح دي احسن وبحبها جدا جدا. لو انتي ما جربتيش الشكشوكة بالوصفة والطريقة دي ابتدي جربيها. بصوا هنا انا بختبر البيض، لقيته خلاص استوى، واهم حاجة من جوه اللي هي الصفارة دي بسم الله ما شاء الله كانت استوت وزي الفل. بس ايه، قلت هتبله كده بشوية صلصة حمر اللون شوية. تعالوا بقى نقدموها مع بعض واوريها لكم من جوه قد ايه هي مستوية. هبتدي اخدها كده باي حاجة بقى، معلقة بمغرفة اللي انت عايزاه، واخد معاها شوية صلصة، وما شاء الله الصلصة كمان مش مكترينها قوي، هي حلوة قوي على قد عدد البيض اللي عندنا. بس ما شاء الله الصفارة مستوية ازاي، والبيضة كمان من حواليها ما شاء الله حلوة قوي طعمها كده بصلصة. عايزة بقى شوية عيش وجنب حتة مخلل، ولا والله محتاجة مخلل ولا اي حاجة كمان، احنا كناها على كده ما شاء الله. بصوا مستوية ازاي، اهم حاجة بس عشان تديك النتيجة دي ولا هي تتلسع من تحت ولا هي تطلع نية، ان انت تهدي عليها النار خالص وتغطي الغطا بتاع الطاسة او الحاجة اللي انت بتعملي فيها عشان تستوي براحتها. يا رب الوصفة تكون عجبتكم واستفدتوا منها. اهم حاجة لايك بقى وشير، ونوريني باشتراكك في القناة، ما تبخليش عليا باللايك وكومنت حلو زيك. مع السلامة.